الو الو ايوه الو ايوه مساء الخير. ممكن تعلي صوتك شويه بعد اذنك؟ الو ايوه اتعرف بيكي. ميادة. ميادة كم سنه ميادة؟ 19 سنه. مرتبطه ميادة؟ طيب انا تقريبا يا ميادة تقريبا مش سامعك، سامع خرق. يعني يا انت في حته ما فيهاش شبكه كويسه يا كده. ايوه بقى كده. انت كنت ايه بتستعملي اير بيس ولا ايه؟ ايه بتستعملي السماعه بتاع التليفون؟ اه. طيب قولي لي بقى يا ميادة احكي لي ايه الحكايه. بص انا من 6 شهور وكده اتخطبت. اتخطبتي من 6 شهور؟ اه. اه وبعدين؟ بص في الاول انا مش عارفه اتكلم بس لا خالص ولا تقلقي ولا حاجه، احنا بندردش مع بعض. العريس جالك انت يعني جاي عريس خطوبه تقليديه ولا حد بتحبيه وجالي يتقدم لك؟ لا لا عن طريق حد جابولي وكده وقعدنا مع بعض وخلاص. طيب جميل. اعجبتي بيه؟ انا اه في الاول اه. اه طب وفي الاخر؟ لا هو في الاول بقى زي ما بيقولوا الارض هنا كده ولا البحر طحينه. في الاول في الاول ايه؟ معلش سوري. رشت البحر طحينه. اه عمل لك البحر طحينه. اه. اه. وبعدين؟ في الاول قعد يحور عليا في الاول كان اكبر مني. تمام؟ انا بتكلم مرتبكه خالص. لا ولا مرتبكه ولا حاجه، هو اكبر منك في السن بقد ايه؟ يعني هو كان عنده 23 سنه. اه 33 اصل 23 سنه ده ما يعتبرش اكبر منك. لا لا. يعني 33. طيب حلو قوي. عنده 33 سنه وانت عندك 19 سنه، قبلتي ليه بالوضع ده اساسا؟ بص انا لما شفته عجبت بيه جدا. هو اخويا ما كانش راضي خالص. عندي اخ اكبر مني ما كانش راضي. كان شايف هو كبير وما عندوش شقه ولا شغلانه ولا اي حاجه، فانا اللي اتمسكت بيه انا وماما. طب جاي يتجوز ليه اللي ما عندوش ولا شقه ولا شغلانه ولا اي حاجه ده؟ جاي يتقدم على اي اساس يعني؟ لا 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 العمر كبير فيه فقال اشوف بقى. ايوه يشوف حاجه منين يعني؟ ياخد بنات الناس يجوعهم؟ انا مش عارفه بقى. قال لي انا عايشه معايا احلى عيشه. ايوه احلى عيشه ده منين؟ واحد لا بيشتغل ولا عنده شقه هيعيشك احلى عيشه على الرصيف؟ انا كنت عارفه بقى. المهم بعد كده حصل مشاكل ما بيننا. وقلت لاخويا انا مش عايزاه وفي نفس الوقت تقدمني ابن عم. انا ما كنتش عارفه اعمل ايه. ابن عم ده مفهوم واللي هو يعني عريس كويس يعني. انا ما كنتش عارفه اعمل ايه، فكنت محتاره ما بين اسيبه وما بين ارض ابن عمي. فكان حصل قلق بقى وكده. بس المهم سبته، عملت كذا حاجه كده عشان اسيبه. بس حاليا دلوقتي ابن عمي متقدم لي وكذا واحد متقدم. انا مش عارفه اعمل ايه. مش عارفة تعملي ايه في ايه اذا كنت انت سبتيه خلاص مش كده؟ اه. طيب يعني الموضوع ده انتهى تماما. انت لا بتحبيه ولا في مشاعر ناحيته ولا اي حاجة؟ لا لا انا نسيته خلاص. تمام. طيب دلوقتي الازمة عندك ان ابن عمك متقدم لك وعرسان تانيين متقدمين لك مش كده؟ اه. ابن عمي دلوقتي متقدم لي واخويا خايف من المشاكل، خايف منه ابن عمي وكده وخايف من المشاكل. انت احساسك ايه تجاه ابن عمك؟ اصل في بنات تشوف ابن عمها ده اخوها يعني ما فيش اي مشاعر تجاهه يعني. بص انا كنت الاول كنت شايفاه اخويا اللي هو عايز يعني بنضحك ونهزر مع بعض ونتكلم عادي. انما اول ما تقدم لك حسيت ان في فرق. بشوف كده واللي هو ايه غريب عني شويه. اه. بس هو بيقول لي ما ينفعش ده انت مخطوفه منه فالموضوع ده مش هيفنى ازاي؟ دي حاجه طبيعي اللي انا اتكسف منه. اه. بس فتقدمي بقى كذا واحد فانا مش عارفه اعمل ايه. والكذا واحد اللي تقدموا لك في حد فيهم مثلا انت معجبه بيه؟ لا هم كلهم كويسين يعني كذا شخص. يا بنت الناس مش فكره كويسين، الناس كلها كويسه. في حد كده قلبك اتشد له شكله عجبك؟ اللي هو ابن عمي ده. خلاص على البركه. بس اخويا مش موافق. اخوكي مش موافق علشان مش عايز يحصل مشاكل ما بينك ما بينك وما بين عمك. لا عمي متوفي وانا بابايا متوفي. يعني مش عايز مشاكل مع مرات عمك. مش عايز مشاكل مع مرات عمك وتبقى في مشاكل. طب ايه اللي ممكن حبايب مع بعضينا. طيب ايه اللي ممكن يعمل مشاكل؟ اللي هو الجواز بقى والنسب والحاجات دي.
بص يا بنت الناس بالمناسبة هو عنده 30 سنة كمان عنده 30 سنة؟ لا بصي بقى استني على نفسك شوية انت عندك 19 سنة ما تستعجليش لان استعجالك ده ممكن يوديكي في سكة مش كويسة وممكن يكعبلك في قصة ملهاش اي لازمة 19 سنة انت لسه صغيرة ما جاتش من سنة 2 3 يبقى عندك 22 23 سنة حتى على الاقل يكون انت وصلتي عندك من النضج انك تعرفي تاخدي قرار لان برضو قراراتك دلوقتي عمرها ما هتبقى قرارات قوية ومظبوطة لازم تعدي شوية في السن علشان تبقي كل يوم بيعدي عليك بتعلمي في حاجة جديدة ولما تيجي ترتبطي ارتبطي بواحد يكون اكبر منك بسنة اتنين خمسة سبعة مش 11 و 12 سنة علشان تبقى حتى طريقة التفكير تبقى الحياة بينكم قريبة ما يبقاش واحد متجوز بنت صغيرة واخدها عشان يربيها على ايده ويبقى ضامن اخلاقها الحدوتة عمرها ما بتتحسب كده الحدوتة فيها حب ومشاعر وشراكة وقرارات بناخدها سوا وعقل بيناسب عقل وقلب بيخاطب قلب